روح إلى الصحافة. الصحافة خبر يخص أجور العمال في الصباح. طبعا هذا الخبر زيادة أجور العمال تموز المقبل، يعني هناك بيان للحكومة حددت به زيادة أجور العمال غير الماهرين بنسبة 100%. والبيان يقول أنه تم اعتماد الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني بمبلغ دار 250 ألف دينار شهريا كحد أدنى، بدل من المبلغ السابق اللي هو كان 120 ألف دينار شهريا. الخبر راح وتفاصيله راح يكون على صفحته الفيسبوك. نعم. والخبر الآخر في الصباح أيضا، فرق الأطفاء تخمد حريقين في أبو تشير والشورجة. أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا نشب في 4 محال بأسواق منطقة أبو تشير، وهذا الخبر في الزمان. وقال مدير العلاقات أن 6 فرق أطفاء تابعة للمديرية أخمدت حريقا نشب في 4 محال تجارية بأسواق منطقة أبو تشير مختصة ببيع المواد الغذائية وبمدة زمنية لم تتجاوز 40 دقيقة، وبطريقة عزل وتبريد النيران. ولاحظ ماكو خسائر بشرية والحمد لله والشكر. طيب يعني أكيد الموضوع الكهرباء ومو هو أكيد التماس كهرباء هاي ماكو غير. طيب روح إلى خبر آخر في الزمان. الأنواع الجوية تقول طقس الأيام المقبلة بين غائم وممطر. أعتقد تعودنا على هذا الموضوع، هذا التغير المناخ. فهيئة الأنواع الجوية توقعت أنه الأربع أيام الجاية هي بين غائم جزئي وممطر، ودرجة الحرارة 37 درجة مئوية. يعني نتمنى السلامة ونتمنى أن تكون أمطار خير على كل العراق والعراقيين.